أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الصحافة اليوم. كالعادة أستعرض فيها أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية عن الشأن اليمني. أبدأها بالصحافة المحلية من وكالة الثاني من ديسمبر. نتابع الصحافة المحلية. نبدأها من وكالة الثاني من ديسمبر والتي عنوانتها التالي: الميليشيات الحوثية تحشد لحماية صنعاء خوفا من الانهيار، ضحايا مدنيون جدد بألغام ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي، العميد طارق صالح يعني وفاة كنعان يحيى، استنفار يمني جديد، بث مباشر بتطورات إعصار ما كونو. وكالة خبر للأنباء عنوانت التالي: القوات الحكومية تؤمن المجمع الحكومي بملاحظ صعدة، 8 جرحى أغلبهم أطفال بقصف وقنص حوثي على الشقب بتعز، ميليشيا الحوثي تغلق مول سيتي ماكس في صنعاء، القوات الحكومية تطهر مواقع جديدة في الجوف، قائد قوات المقاومة الوطنية ينعي كنعان صالح، استشهاد 3 مواطنين بلغم زرعته ميليشيا الحوثي في الحديدة. موقع نيوز يمن وفيه: الاستبدال عقوبة حوثية لكل تربوي لا يحتمل العمل جائعا، قائد محور تعز يتمرد على قرارات المحافظ بدعم إخواني، غوتيريش حرب اليمن دمرت بنيته و8 ملايين شخص لا يجدون وجباتهم القادمة. وفي تفاصيل الخبر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب في اليمن دمرت بنيته التحتية وتسببت في معاناة ملايين الأشخاص بسبب نقص الغذاء. ومن موقع نيوز يمن أيضا: اتفاق فرنسي سعودي على تنظيم مؤتمر إنساني حول اليمن في يونيو المقبل بباريس. صحيفة الأيام عنونت التالي: بريطانيا الوقت حان لحل سياسي لا حل عسكري لإنهاء الصراع، الإمارات التحالف سيبقى في اليمن لقتال الإرهاب، إجراءات وقائية وترقب لمسار الإعصار الثاني المحتمل. صحيفة عدن الغد: تعثر رحلة لطيران اليمنية كانت في طريقها إلى سقطرى، آخر تطورات الإعصار الثاني في سقطرى، الحكم على قاتل الدكتورة نجاة ونجلها وحفيدتها بالإعدام تعزيرا. موقع اليمن العربي: المعلم من المضحك أن يتحدث المندوب الإيراني عن معاناة اليمنيين. من الصحافة المحلية انتقل إلى الصحافة العربية كالتالي. نتابع من الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية والدولية. أبدأها من وكالة سبوتنيك: القوات الحكومية تستعيد مواقع استراتيجية في الجوف، معارك في محيط مجمع حكومي غرب صعدة، اليمن في يوم الوحدة مصير البلاد على المحك، التحالف يستهدف 3 محافظات يمنية ب13 غارة. صحيفة الشرق الأوسط: الجيش اليمني يقترب من السيطرة على حرض في حجة. صحيفة اليوم السابع المصرية: باريس الوضع الإنساني في اليمن يتطلب تحركا فوريا، باريس تستضيف المؤتمر الإنساني حول اليمن في نهاية يونيو المقبل. تقرير حقوقي: الحوثيون يهجرون 44 أسرة قسريا من محافظة تعز الشهر الماضي، فرار مسؤولين بارزين من ميليشيات الحوثي من الحديدة بعد تضييق الخناق عليهم. موقع الحرة الفضائية: تحالف اليمن أوقفنا تهديد الحوثيين في البحر الأحمر. وكالة البوابة الأخبارية: هزائم الحوثي المتتالية تطلق التفكير في مرحلة ما بعد الحرب في اليمن. صحيفة الشروق: القوات الحكومية تحرر موقعا حكوميا في محافظة الصعدة. راديو سوا الأمريكية: الإليزية يؤكد عقد المؤتمر الإنساني حول اليمن في نهاية حزيران. القدس العربي: الانقلابيون الحوثيون يقصفون مأرب ويوقعون 26 مدنيا بين قتيل وجريح، والداخلية تبدأ عملية دمج القوات الأمنية. صحيفة تواصل: قيادي حوثي أسير يكشف تفاصيل التدخل الإيراني في اليمن وانهيار الانقلاب. صحيفة صوت الأمة المصرية: السعودية لإيران أنتم سبب المأساة في اليمن، الارتباك يحيط بالحوثيين، الميليشيات تستهدف المدنيين في اليمن. صحيفة مكة السعودية: انطلاق إعادة إعمار اليمن من سقطرى. وكالة العين الأخبارية: الحوثي في رمضان محاضرات طائفية لاحتواء هزائم نكراء، مسيرة بالشموع لأطفال مأرب ضد الإرهاب الحوثي. صحيفة البيان الإماراتية: غضب بين تجار الحديدة من النهب الحوثي. وكالة إلمام الأخبارية: فضيحة هي الأقوى لميليشيا الحوثي بحق سكان العاصمة صنعاء. وكالة الفجر الأخبارية: ضباط الكلية البحرية اليمنية يتمردون على ميليشيات الحوثي في الحديدة. صحيفة المواطن: مصرع 250 من ميليشيا الحوثي بنيران المقاومة اليمنية في الحديدة. أهلا بكم. إذن لتفاصيل أكثر ومناقشة أبرز ما تناولت الصحافة لهذا اليوم، أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الفدق الناشط السياسي. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا. إذن لعلك تابعت أبرز ما تناولت الصحافة اليوم، وأبرزها دعوة الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر بشأن اليمن في نهاية يونيو. برأيك يعني التقلبات المجتمع الدولي واللعب على ورقة الملف اليمني في ظل استمرار الحرب للعام الرابع، الجوع والفقر الغير المسبوق لأبناء الشعب اليمني؟
أولا أنا أريد أن أتخذ فرصة هنا وأعزي السفير أحمد علي عبد الله صالح والعميد يحيى محمد عبد الله صالح والعميد طارق صالح. نعم. نعزيهم بوفاة كنعان صالح رحمة الله تغشاه. رحمه الله. وأنا نتشهد أيضا ونترحم على جميع شهداء اليمن الذين قضوا نحبهم بسبب الظلم الحوثي الجائر الواقع علينا في اليمن. بالنسبة لسؤالك أخي، هناك تناقضات كبيرة جدا من قبل الأمم المتحدة. لا نعرف أنه في كل مرحلة، يعني كلما وصلنا إلى حل عسكري، نقترب من حل العسكري للخلاص من هذه الطائفة، من هؤلاء المجرمين، نكتشف أن هناك جهود دولية تطلع أو تنبثق. لا نعرف ما الهدف منها. لكن كل الهدف منها هي تقريبا إطالة مدة الحرب وإطالة التجويع للشعب اليمني. طيب دكتور عبد الرحمن، نسمع عن مليارات الدولارات، أين تذهب هذه الملايين الدولارات أو المليارات إن صح التعبير في ظل الفقر والمجاعة التي تزداد سوءا شهر بعد آخر للشعب اليمني؟ شيء مضحك أنا للأمانة، يعني صحيح نسمع بالمليارات من دول كثيرة جدا. نعم. من دول مانحة تقدمها لليمن، سواء عن طريق الشرعية أو حتى عن طريق الحوثة في اليمن. نعم. لكن لا نجد لها أي أثر داخل الشعب اليمني أبدا. المأساة والمجاعة تزداد عشرات الأضعاف يوما عن يوم. طيب هل نستطيع القول أو نجزم على أن الأمم المتحدة اتخذت من الورقة والملف اليمني وأشلاء ودماء أطفال اليمن ونسائهم يعني سلعة للمتاجرة بها؟ نعم، هذا حقيقة. نعم، وهذا ما وددت قوله في البداية تماما. هم يستغلون الوضع تماما للمتاجرة فيه حقيقة. طيب ما هو الحل أمام هذا التحدي بالنسبة للشعب اليمني؟ هو الضحية في الأول والأخير. الشعب اليمني هو الضحية، والشعب اليمني بيده الخلاص. قلناها مرارا أنه لن نتخلص من هؤلاء ولا نركن على أي جهة خارجية. الركن والركون هو على الله في الدرجة الأولى، ثم على الشعب اليمني وعلى ثورة من داخل الشعب اليمني بإذن الله. طيب دكتور عبد الرحمن، خلال الأيام الماضية كانت هنالك انكسارات في مختلف الجبهات لهذه الميليشيا، ما رأيك على ماذا إذن استمرار الرهان والدفع بالأطفال والمغرر بهم إلى جبهات الموت؟ نحن ندعو دائما إلى كل القبائل اليمنية لسحب أبنائهم وسحب أطفالهم والتواصل معهم بأي شكل بأي طريقة لسحبهم من الجبهات وتوعيتهم بأن الحوثة الآن ينتحرون ويقدمون أطفال اليمن. نعم. وأطفال القبائل خصوصا يقدمونهم كقربان، يقدمونهم للموت بلا رجعة. نعم. عليهم بالتواصل معهم بأي طريقة لسحبهم من الجبهات، لأنهم يتقهقرون وهناك انكسارات كثيرة جدا في كل الجبهات، في مختلف الجبهات. طيب دكتور عبد الرحمن، برأيك ما هو المبرر المقنع للآباء ممن يقومون بدفع أبنائهم إلى هذه الجبهات ومع علمهم المسبق يقينا أنهم سيذهبون إلى الموت حتما؟ هناك عوامل عديدة جدا، أهمها هي الرعب والترهيب الذي يقوم به الحوثيين لأبناء القبائل والأطفالهم. نعم. الشيء الآخر ما يدفع الناس هو الفقر والحالة المقذعة التي يعني تسيطر على الوضع اليمني. طيب دكتور عبد الرحمن، آخر التقارير التي وردتنا من محافظة صعدة في الجبهة، هناك سيطرة القوات الحكومية على المبنى الحكومي في الملاحظ، ما أهمية هذه المحافظة تحديدا لهذه الميليشيا؟ نحن نعلم جميعا أن صعدة هي الوكر أو الكهف الأساسي لهؤلاء الجماعة أو العصابة السلالية. نعم. أن تخسر صعدة أو تفلت من يدها، يعني أن الأمور أصبحت متاحة للشعب اليمني للانقضاض على هذه العصابة بإذن الله. لن يتبقى عليهم إلا فقط في صنعاء، بس نحن نعلم في صنعاء أنهم الآن يقومون بالحشد. نعم. ويقوم بحشد القبائل وإغرائهم بالمال ويعني بشكل غير طبيعي، وذلك حفاظا على صنعاء، لأنهم يعلمون أن صنعاء هي معقلهم الأخير. ويعني نتمنى أن تنقلب الموازين بإذن الله قريبا بإذن الله. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور عبد الرحمن، ذهب أيضا إلى ضيفي عبر الهاتف الصحفي والإعلامي عزت مصطفى. مرحبا بك أخ عزت. أهلا وسهلا. اليوم أعلنت الأمم المتحدة عن مؤتمر قادم للشعب اليمني أو سيعقد في أواخر يونيو، برأيك إلى متى تستمر هذه المهزلة والمجتمع الدولي والمتاجرة بدماء وإشلاء اليمنيين في حال نسمع عن أرقام مهولة ومبالغ تجمع للشعب اليمني ولا ندري أين تذهب وإلى من؟
طبعا في البداية أنا شخصيا مع أي مؤتمر يعقد لإغاثة اليمن، هناك خلل كبير طبعا وفجوة كبيرة، هناك حالة فساد سجلت على منظمات أممية، لكن الدعوة إلى تصويب هذا الأمر أدعى من مهاجمة عقد المؤتمرات. نحن ندعو الدول المانحة، لأن في الأخير مؤسسات الأمم المتحدة عموما هي المعنية بتقديم هذه المساعدات، لكن العامل والعنصر الأساس هو المانح، يجب على المانحين والدول المانحة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأوروبية المانحة، كبار المانحين بالذات يجب عليهم أن يضغطوا على مؤسسات الأمم المتحدة وأن يلزموها بشفافية أكبر تجاه المساعدات الإغاثية. نعرف أن الفجوة الإنسانية في اليمن أكبر من المبالغ التي تقدم، أكبر بكثير، وكل يوم يمر تزداد هذه الفجوة، وردم هذه الفجوة طبعا يحتاج إلى أموال طائلة، هذه الأموال لا تساوي شيء، لكن رغم ذلك هذه الأموال على ضالتها يهدر الجزء كبير منها، سواء عبر الفساد أو سواء عبر عدم التنسيق أو سوء الإدارة. بقاء مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء مشكلة كبيرة، لأننا نعرف أن كثير من موظفي الأمم المتحدة الأجانب قد غادروا، بقية الموظفين اليمنيين خاضعين لسلطة الأمر الواقع، في الأخير هم يمنيون ويخشون على أسرهم بالطبع ويخشون على أنفسهم، وسجلت حالات تهديد وحالات حتى خطف، يعني كما حدث مع هشام بجاش مثلا في منظمة الهجرة وغيره من العاملين في منظمات الأمم المتحدة. يجب على الأمم المتحدة أولا أن تضمن سلامة عامليها وشفافية أدائهم، وأيضا يعني سلامتهم من أي عوامل ضغط قد يتعرضون لها، أيضا نقل هذه المكاتب إلى عدن. كان هناك مشكلة طبعا مع منسق الشؤون الإنسانية السابق في اليمن، أعتقد أن الأمر الآن أفضل بنسبة معينة، ليس كما نتمنى، يلزم الكثير من الجهد والضغوط، أيضا ممارسة الضغوط على هذه المنظمات كي يعني تحسن من أدائها و على أن تذهب هذه أيضا الأموال إلى مستحقيها. طيب أخ عزت، أنت المعروف ربما عن الشعب اليمني بشهامته وقيامه ونخوته أنه لا يمد يده لأحد، وبالتالي ليس يعني من حق الأمم المتحدة أن تظل تتاجر بدماء وأشلاء اليمنيين. اليوم المطلوب منها أن تقوم بواجبتها في إزاء إيقاف الحرب والحسم عسكريا إذا رفضت هذه الجماعة العودة إلى الحوار وترك السلاح. ألا يعني هذا هو المطلب ربما للشعب اليمني؟ فلماذا إطالة أمد الحرب والمتاجرة بدماء أطفاله ونسائه وكبار السن؟ يجب علينا أن نفرض أمرا واقعا طبعا، يعني على الأمم المتحدة أيضا يعني في الشرعية وأيضا في الجيش الوطني عليهم أن يتحركوا. أنا شخصيا أرى أن عليهم أن لا يأبهوا لأي خطوط حمراء أو دعوات ربما قد تؤجل من الحسم العسكري، لأن أي فرض أمر واقع جديد على الأرض ينهي الانقلاب ويحد من سيطرته ستفرض على الأمم المتحدة التعاطي مع هذا الأمر، كما فرض الانقلابيون والحوثيون أمرا واقعا وجعلوا الأمم المتحدة والعالم يتعاطوا مع هذا الواقع الجديد وجعلهم طرف في المعادلة السياسية ويجلسون باعتبارهم ميليشيا مسلحة انقلابية إرهابية تجلس على طاولة واحدة مع السلطة منتخبة وشرعية ومؤسسات. يعني هذا أمر طبعا تفرضه أحيانا سلطة الأمر، يعني الظروف على الأرض، ويجب على يعني أن تسير المسلك الدبلوماسي والسياسي في مساره، بينما المسلك العسكري يجب أن لا يتأثر أيضا بالمسلك السياسي، وأن يكون من الأحداث العسكرية على الأرض دعما للمفاوضات والمشاورات والتعاطي السياسي مع مختلف القوى، ليس الأمم المتحدة وليس المبعوث الدولي فقط، بل حتى الدول 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن بما فيها الولايات المتحدة وروسيا
بريطانيا وغيرها. نعم، أرجو أن تبقى معي الأستاذ عزت. أعود إلى ضيفي أيضا من حيث ما انتهى الأستاذ عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن عفوا، من حيث ما انتهى الأستاذ عزت، برأيك هو يدعو إلى أن على القوات الحكومية ألا تذعن لأي توجهات خارجية، وأن عليها سرعة الحسم عسكريا وإنقاذ الشعب اليمني من بطش وجبروت هذه الميليشيا، ما رأيك؟ أنا أتفق معه تماما. الحل العسكري هو الوحيد للتخلص من هؤلاء العصابة. العصابة هذه هم الآن ممكن بسبب الانكسارات التي تتلاحق عليهم هم سيرضخون لأي حوارات، لكن يجب على القوات الوطنية في كل الجبهات أن لا ترضخ مثل هذه الأمور. الحل العسكري هو الوحيد للتخلص من هؤلاء، لأنه عندما نتحاور معهم هذا يعني أنهم سينقلبون من جديد ولن نثق بهم أبدا بعد ذلك أبدا. طيب دكتور عبد الرحمن، أوردت أيضا صحيفة الأيام عن خبير بريطاني أو مسؤول بريطاني يدعو إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن واستبعاد الحل العسكري، برأيك هذا التناقض أيضا الدولي ما بين دولة تدعو إلى حسم عسكري ودولة تدعو إلى مساعدات ودولة أخرى تدعو إلى حل سياسي؟ الأمر مضحك جدا. أنا قلت لك أنا هي الفكرة أن الحوثيين هناك قوة دولية عددية جدا لها مصالح عديدة في اليمن، سواء كانت في الدول الخليج أو غير دول الخليج، كل له أجندة في اليمن وكل له حساباته الخاصة، والشعب اليمني هو الضحية. لكن يجب على الشعب اليمني أن يكون واعي، يجب على القوات الوطنية في كل أن تكون موحدة وأن تكون واعية لمثل هذا الأمر. لا حل سياسي أبدا مع هؤلاء العصابة المجرمة. طيب، آخر الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين، استهداف ربما المدنيين في محافظة مأرب وسقوط عشرات القتلى والجرحى، برأيك هذا التماهي إلى متى سيستمر في ظل هذه الظروف أيضا المعقدة؟ القتل والمدنيين والعبث بأرواح المواطنين في سواء في تعز أو في مأرب أو في غيرها من المناطق من قبل هؤلاء العصابة، عصابة الحوثة، سيستمر إلى أن يحصل هناك توحد للقوى السياسية. نعم. والقوى العسكرية في كل الجبهات. طيب أخ عبد الرحمن، أنت كمراقب أيضا، ما الذي يمنع من الحسم العسكري؟ برأيك ما هي أهم العقبات التي تواجه القوات الحكومية والمقاومة الوطنية؟ أهم العقبات هي عدم توحيد الجبهات، وهو العنصر الأساسي في 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 كل في كل في كل الأطر. نعم. الحل الوحيد هو توحيد كل الجبهات، وأنا يعني أعلن من هنا أن هناك جهود حثيثة جدا، وبإذن الله قربت أو اقتربت من أن تصل إلى هدفها، وهو توحيد كل الجبهات دون استثناء. طيب ماذا عن الجبهة الإعلامية وهي ربما من أهم الجبهات في سير المعركة؟ المعروف عالميا طبعا الجبهات الإعلامية أو الجانب الإعلامي مهم جدا، والفترة الأخيرة هناك تطور كبير جدا سواء في جبهة الساحل الغربي أو بقية الجبهات من الجانب الإعلامي يعني الخاص بهم يعني، وتؤتي ثمار أكلها بإذن الله. الجانب الإعلامي مهم جدا طبعا. طيب أعود إليك أستاذ عزت مصطفى، ما الذي يمنع من الحسم العسكري بعد 4 سنوات من هذه الحرب العبثية على بلادنا؟ طبعا الحسم العسكري يقترب كثيرا. نعم. طبعا الأمر متعلق بأن الجيش الوطني والحكومة الشرعية بدأت من الصفر، لأن هذه الميليشيا المسلحة الإرهابية استولت على مقدرات الدولة بلا شك بعد أن اجتاحت العاصمة صنعاء، وهي مركز الإدارة والسياسة في البلد باعتبار اليمن بلد يعني مركزية بسيطة. نعم. فسقوط العاصمة صنعاء سقطت كل البلد بيدها بما فيها المعسكرات وكل مقدرات الدولة سواء اقتصادية أو عسكرية وما إلى ذلك. فعودة بناء الجيش طبعا يحتاج وقت. الآن ربما محاولة استقطاب عدد من العسكريين في الحرس الجمهوري أو في بعض الوحدات الأخرى سيعزز أيضا من باعتبار هذه الوحدات مدربة وقادرة وتخضع تحت سلطة أمر واقع باطشة، وأيضا يعني أهانة الحياة العسكرية وأهانة العسكرية اليمنية عموما. أعتقد أن هذا سيعزز، لأن الخبرة التي تكتسبها سيعزز من الحسم العسكري والتقدم في عدة جبهات. لكن قبل ذلك أيضا كان بناء وحدات جيش مدربة تحتاج إلى وقت، أيضا التسليح يحتاج إلى وقت.
العموم اتساع رقعة المعارك، يعني نحن نتحدث عن عديد جبهات في عدة محافظات. أستاذ مصطفى، أستاذ عزت عفوا، نحن نتحدث عن تسميها بالشرعية تمتلك الجو والبر والبحر والمال والرجال أمام ميليشيا، ألا تعني أن 4 سنوات من هذه الحرب ربما طال أمدها أمام عصابة ميليشيا، أم أن هنالك ما وراء الأكمام ما وراءها كما تتحدث بعض التقارير عن توجهات خارجية ولعب بالورقة اليمنية إلى جانب مصالح أيضا للقوى في الداخل؟ طبعا هنا يعني في أكثر من طرف لديه أكثر من مصلحة في اليمن بلا شك، لكن المصلحة الأكبر والأعم التي تجمع كل هذه الأطراف داخل الشرعية، سواء بتبايناتها السياسية والاجتماعية وتنوعاتها وتنوعات مكوناتها، أو حتى داخل التحالف العربي، العامل المشترك والمصلحة المشتركة هو إنهاء هذه الميليشيا الإيرانية بلا شك. هذه بقية المصالح الأخرى فرعية يمكن الالتقاء عندها والاختلاف حولها، لكن الكل مجمع على سقوط هذه الميليشيا. لكن علينا أن ندرك أن المعركة عندما تخوضها دولة ومجموعة حتى دول ضد ميليشيا إرهابية مسلحة، يعني هي هذه الميليشيا ليس لديها أي وازع، هي لا تختلف عن داعش وعن القاعدة، ليس لديها أي وازع، تتخذ المدنيين دروع بشرية، تتخذ المدن الآهلة سكان دروع بشرية، تستخدم المنشآت والأعيان المدنية أيضا. فهذه مشكلة طبعا تعيق الحسم، إضافة إلى زراعة الألغام حتى إذا انتهت هذه المعركة مع الحوثيين سياسيا أو عسكريا، سيظل اليمنيون يموتون على يد هذه الميليشيا 50-100 سنة قادمة بالألغام، على الأقل الألغام يعني عشرات الآلاف من الألغام ومئات الآلاف من الألغام التي زرعت دون وجود خرائط يمكن المساعدة بنزعها. يعني هناك إشكالية عويصة كبيرة جدا طبعا، وأعتقد لكن الآن كلما يعني سار الوقت ومضى الوقت تتداعى هذه الميليشيا أكبر، يعني إذا كانت تتداعى بالعشرات قبل سنة الآن تتداعى بالآلاف. لذا يمكن أن تنهار في أي لحظة، يعني لا يعني نتوقع انهيارها في وقت قريب جدا إن شاء الله. طيب أستاذ عزت، على لو وقفنا أمام مسألة أو جريمة الألغام هذه فقط، أين برأيك تقف في أي خانة من جرائم الحرب الدولية هذه الجريمة فحسب فقط لو ركزنا عليها؟ طبعا الجرائم الألغام بالذات الألغام الفردية طبعا هي من الجرائم المحرمة، وقد تخلصت كل الدول من هذه الألغام، لم تعد تصنعها أو حتى تحتفظ بها في مخازنها. اليمن موقعة على معاهدة نزع الألغام وعدم استخدامها وحظرها، لذا أعتقد أن هذا الملف لوحده كافي لتحويل هذه الميليشيا إلى محاكمات دولية، سواء عبر الجنائية الدولية أو أي محاكمات دولية أخرى قادة هذه الميليشيا ومجرميها. لذا طبعا نحن نتحدث عن العالم الآن كله يجرم استخدام هذا السلاح الفتاك، نتحدث عن سلاح يستهدف بالأساس مدنيين، لأن عندما تزرع ألغام وتنتهي المعركة وتظل هذه الألغام مزروعة فإنها تعرض المدنيين للخطر بما فيها حتى المواشي أي جسم سائر على الأرض. ما زالت الألغام التي زرعت أيام الحرب العالمية الثانية في كثير من مناطق العالم تواجه مشكلة في نزعها، ونحن الآن بعد قرابة 80 سنة تأتي بلد مثل اليمن و تزرع ألغام من جديد، معناه أننا سنواجه لعشرات السنين هذه المشكلة، وهذا واحد من الملفات الخطيرة التي يجب ألا تسقط، يجب ألا تسقط ويجب أن محاسبة مرتكبيه بلا شك. طيب أستاذ عزت، أمثال هذه الجرائم أو هذه الملفات التي ربما تحرك الرأي الدولي، لماذا لا يتم تحريكها عبر منظمات مجتمع مدني، عبر القوى السياسية؟ الشتات الآن القائم في الجبهة الداخلية، لماذا لا يتم تحديد موقف موحد إعلاميا سياسيا عسكريا لدحر هذه الميليشيا بأبسط ثمن؟ طبعا أنا أتفق معك كثيرا في هذه النقطة، أن تعدد أحيانا الولاءات يعني نتحدث عن انقلاب برأس واحد وقيادة واحدة وكلهم يعني لا يخرجون عن رأي السيء الذي في مران.
في الشرعية هناك أحزاب وهناك مكونات وهناك قبائل وهناك يعني شخصيات اجتماعية، فالقرار ليس واحدا، لكن يجب ردم هذه الفجوة الكبيرة. توحيد الجبهة، أيضا الملف الإعلامي والملف الحقوقي يجب أن يكون مواكبا بشكل كبير للمعركة على الأرض. الملف الحقوقي طبعا هو يحتاج وقت طويل بلا شك أحيانا، لأن المسألة تحتاج إلى رصد وتوثيق. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنا أعتقد أنها تقوم بدور كبير. نعم. لأمر واحد، لأن الشغل الذي تشتغله حقوقيا يمكن أن يؤتي أثر. بعض المنظمات تشتغل شغل لا يمكن الاعتماد عليه، يعني بعد أن تنتهي من عملها طريقة الرصد تكون أحيانا غير مكتملة غير علمية. نعم. سأعود إليك أستاذ عزات. هذا أحيانا. نعم نعم أستاذ عزة، سأعود إليك، أعود إلى ضيفي أيضا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن. الدكتور عبد الرحمن، من حيث ما ذكر أيضا ضيفي أن هنالك ملفات ساخنة يتم تجاهلها لا ندري ما هو السبب، ومنها أبرزها ملفات الألغام وهي جريمة ربما لا يمكن أن تسقط بالتقاضي كما ذكر ضيفي، برأيك لماذا يتم يعني تجاهل هذه الملفات والتركيز فقط على الجبهة العسكرية مع أنها لا تقل شأنا كجبهة الجبهة الإعلامية، الجبهة السياسية، الجبهة أيضا الحقوق الإنسان؟ كل الجرائم التي يقوم بها الحوثي سواء من زراعة الألغام أو المجاعة التي يقوم بها في انقطاع الراتب على الموظفين، كل الجرائم التي يقوم بها يجب أن توثق. لكن هناك أمر بسيط، الجرائم احنا سنوثقها لنا نحن اليمنيين، ونحن من سوف يعاقبهم بإذن الله. لا نركن على المجتمع الدولي. نعم. المجتمع الدولي لسبب بسيط فقط، لأنه يتعامل مع ميليشيا ليس نظام دولة. لما يكون عندك نظام دولة معترف به دوليا نستطيع أن نقول يعني جرائم دولية ونرفع قضايا دولية وما إلى ذلك، لكن نحن نتعامل مع ميليشيا غير معترف بها أصلا. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني على ذكر التعامل مع هذه الميليشيا من قبل الأمم المتحدة أو من تدعي نفسها على أنها واجهة العالم، ألا تعتقد أن أمثال هذا التعامل أو هذا الإجراء يؤدي إلى تفشي أمثال هذه الظاهرة وصناعة ميليشيا أخرى في أكثر من منطقة؟ صحيح، هناك لوبي داخل الأمم المتحدة يلعب مع جميع الأطراف، يلعب في كل الأطراف. ليس من مصلحته أن في المناطق الساخنة أن تهدأ أبدا، لأغراض عديدة جدا وأجندة معينة وأهداف سياسية وجغرافية وغيرها من ذلك. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني رسالة توجهها كيف تقيم أداء الإعلام وهو أهم مرحلة ربما أو أهم قضية لا يقل شيئا عن الجبهة العسكرية في هذا التحدي الذي يواجهها بلادنا؟ الإعلام، أنا ذكرت لك سابقا أن الإعلام في الفترة القليلة الماضية وإلى الآن وهو في تطور كبير جدا، وهذا ما لاحظناه كلنا ويلاحظه الشارع اليمني ويلاحظه ما بين زملائي وأصدقائي. وجدنا أن الإعلام له دور كبير جدا في توعية الناس في 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 رفض المعلومات من جميع النواحي. طيب رسالة أخيرة توجهها دكتور عبد الرحمن في ختام هذا اللقاء. رسالة أخيرة أريد أن أوجهها، لأن يعني مع موعد اقتراب التخلص من عصابة الحوثة. نعم. العصابة الإجرامية، أنا أدعو كل النشطاء السياسيين والحقوقيين، النشطاء الاجتماعيين، العسكريين، القادة العسكريين الذين خرجوا في 2011 لبث الحقد والكراهية على هذا الشعب اليمني. نعم. وإلى أن يخرجوا من جديد، أن يخرجوا من جديد ويتراجعوا عن مواقفهم ويخرجوا للناس وتهدئة ويعني وتراجع عن مواقفهم. نعم. أنا لا أدعو إلى عودة النظام السابق كما يظنون أبدا. أنا هو الهدف فقط هو التخلص من هؤلاء الميليشيات، وفي نعم. الآخر سوف نتعايش مع بعض جميعنا. الشيء الآخر، أنا أريد أن أطمن إلى أن قبائل الطوق أو ما يسمى قبائل الطوق صنعاء، لا تقلقوا، هم أهينوا من قبل كل الصحفيين وكل الإعلاميين وقتها لما كان في ثورة الثاني من ديسمبر، ويهانوا الآن مرارا من قبل الحوثة. أنا متأكد أنهم قد تعلموا الدرس جيدا، وفي الوقت الحاسم سيكون الأمر قد تغير تماما وسيكون موقفهم نعم. غير بإذن الله. أشكرك الدكتور عبد الرحمن الفتق ناشط سياسي كنت معي في الاستوديو. أنتقل إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف الأستاذ عزت مصطفى. رسالة أخيرة توجهها لأبناء الشعب اليمني في هذا الشهر الفضيل لمزيد من الصمود والصبر حتى تنجلي هذه الغمة على بلادنا. طبعا أخوتنا وأخواتنا في الداخل تحديدا، يعني كان الله في عونكم،
التضحيات التي يقدمها الشعب اليمني لابد أنها ستثمر إلى عدالة انتقالية تقتص من هؤلاء الجناة بلا شك. أيضا هذه الأزمة ربما والحرب ربما كشفت لنا الكثير. هذه الميليشيا كانت ممكن والهاشمية السياسية عموما والتوغل والعمل السري التي تقوم به الهاشمية السياسية منذ فترة كان ممكن أن ينفجر بعد 10-20 سنة. لكن أعتقد أن انفجاره اليوم هذه الفقاعة وانتهاءها هي آخر ربما آخر مسمار في نعشها بزوغ لها وسيتم القضاء عليها نهائيا وسيبدأ اليمنيون بعدها الآن لأنها وحدت كل اليمنيين بمختلف مشاربهم. أشكرك وصلت الرسالة. داهمنا الوقت أستاذ عزت مصطفى الكاتب والصحفي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك. ختام هذه النشرة لكم منا جزيل الشكر. ختام عفوا هذه الحلقة لكم منا جزيل الشكر والامتنان. إحلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله.